الجنوب السوري وتحديدا درعا، وموضوعنا بشو صار. يعود الحديث مرة أخرى عن درعا وعن سنابلها التي تحاول تخزينها اليوم لمواجهة حصار يهدد به النظام منذ أيام. طبعا أهمية القمح من أهمية الخبز أولا، الخبز المادة الأساسية للعيش والتي لا يمكن الاستغناء عنها. صحيح، نطرح سؤالا حول أهمية وجدوى تخزين الأهالي للقمح وعدم بيعه للنظام، ولأي مدى سينجحون في هذه المحاولة. موضوعنا في شو صار لليوم من حوران ومن ضلمة التقرير. درعا التي لا تيأس مرة أخرى إلى واجهة الأحداث بعد حشد نظام قواته وتوجيه تهديدات تنذر بجاهزيته للدخول إليها، شهرت سلاح القمح من جديد، حيث عقد مجلس القضاء الأعلى في حوران اجتماعا لممثلي المحافظة من جهة مختلفة، وطالب من خلال بيان أصدره عقب الاجتماع دعا فيه أهالي المدينة إلى تخزين القمح لمواجهة الأزمة التي يسعى إليها النظام. وحث البيان كلا من خطباء المساجد والجهات الإعلامية بتوجيه خطاب واضح إلى الأهالي لتخزين قمحهم وتحريم تهريب المواد الاستهلاكية إلى مناطق النظام وعدم استغلال الوضع لرفع الأسعار أو الاحتكار، والثبات في وجه التهديدات التي يحاول النظام بثها عن الجوع والحصار. منذ انطلاق الثورة السورية كان الحصار والتجويع أداة مهمة يستخدمها النظام في وجه المناطق الثائرة، وحاول ترسيخ جملة الجوع أو ركوع على مدى سنوات، نجح في بعض المدن وفشل في درعا التي تأكل مما تزرع إلى اليوم، بل كان لها جولات في حصار النظام وحرمانه من قمحها. فهل تنجح درعا هذه المرة أيضا؟ يعني درعا بكتير مرات كانت مفتاح الحل وأحيانا العقدة بكتير من مسائل في الشأن السوري. شاركونا مشاهدينا بسؤال حلقتنا لليوم، هل تستطيع درعا مواجهة خطر الحصار بحرمان النظام من محصولها، محصول قمحها؟ طبعا السؤال التعليق والتصويت عبر صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك. نعم، وهلأ صار وقت نرحب بضيوفنا لموضوع اليوم. معنا بالاستوديو الخبير الاقتصادي أو الباحث الاقتصادي مناف قومان، مساء الخير. وأيضا معنا عبر السكايب المهندس سامر محمد الحمصي من مؤسسة الحبوب الحرة في محافظة درعا، مساء الخير. مساء الخير للضيوف. مناف، نبدأ معك، نعطي بالأول فكرة للمشاهدين لحتى يعرفوا أكثر وضع القمح كيف بدرع عموما الإنتاج وإذا كان في أزمة أو لا. بالبداية شكرا للاستضافة الكريمة ورمضان كريم لكم لجميع أهالينا في سوريا. بالنسبة لمحصول القمح في سوريا، تقدر المساحة الكلية لزراعة المحصول القمح في درعا بما يقارب 76,000 هكتار. بعد الثورة انخفض الرقم ل 46,000 هكتار. طبعا المحصول القمح يقدر ب 100,000 طن قبل في عام 2010، بينما بعد الثورة انخفض لما يقارب، انخفض طبعا بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية. 2017 عندنا 40,000 طن، السنة 2018 متوقعين انه يصل ل 25,000 طن. هلا بالنسبة لمحصول القمح بشكل خاص، يعد من اجود انواع القمح على مستوى العالم. في درعا القمح في درعا هو ميزته انه هو يعتبر من القمح القاسي اللي يستخدم بالصناعات الغذائيه مثل المعكرونه والحلويات شعيريه. معكرونه والحلويات والاشياء الثانيه، بينما هو لا يستخدم بشكل خاص في صناعه الخبز، وهي هذه العقده اللي مفترض اللي هي تعالج في درعا بمزج القمح الطري مع القمح القاسي حتى يطلع معنا الخبز. يعني بس القمح اللي تنتجه درعا قاسي لا يصلح لانتاج الخبز. لا يصلح لانتاج الخبز. طيب هو يصلح هو ينتج منه خبز، ولكن ليس الخبز المعروف، الخبز السوري. خبز السوري يعني ينتج، يصنع منه خبز التنور، خبز الصاج. هذا الخبز، ولكن يعني لا يصنع منه الخبز اللي نحن يعني ناكل منه في الحياة العادية. طيب شو اللي ممكن يعني فعلا تقدر درعا تضغط فيه على النظام من خلال منع محصولها؟ هلا
بالنهاية القمح محصول استراتيجي، هو أساس الأمن الغذائي. يعني هو القمح يطحن يصير طحين ومن ثم ينتج منه الخبز. فنظام أعتقد أنه يعني هذه سلاح استخدمتها المعارضة السورية ضد النظام السوري. بالنهاية النظام يحتاج القمح لإنتاج الطحين ومن ثم لسد حاجة المواطنين، يحتاج القمح لتخزينه بشكل يعمل منه احتياطي للسنوات المقبلة، يحتاج القمح للصناعات الغذائية، يحتاج القمح للتصدير. ما في تصدير أوكي، ولكن يحتاج اكتفاء ذاتي على الأقل. ما في اكتفاء ذاتي في سوريا خلال السنوات الماضية. بالمناسبة يعني النقص الحاصل في السنوات الماضية عن القمح جاء من روسيا، وروسيا عرضت على أو حتى أحد الوزراء عرض على ما أعتقد عرض على روسيا أنه هي تكون سوريا تكون منصة لتسويق القمح الروسي في المنطقة. بالتالي يعني النظام السوري هو مجهز نفسه ليكون يستخدم القمح الروسي في سوريا وتسويقه في المنطقة. راح نتوسع أكثر بالجوانب الاقتصادية، بس خلينا نأخذ مراسلنا من درعا. سامر، في قرار هلأ حاليا بحظر توريد القمح لمناطق النظام. سيد سامر، بهذا القرار هل هو لمواجهة ظروف الحصار في حال حصلت، أو أنه في أبعاد اقتصادية للموضوع؟ طبعا الابعاد لكل الاتجاهات، ابعاد اقتصادي واجتماعي وسياسية. تأمين المحصول في المناطق المحررة، يحمي المناطق المحررة من الحصار المفروض من 8 سنوات. الحصار ليس جديد على المنطقة الجنوبية، على درعا والقنيطرة الحصار مستمر منذ 8 سنوات، ولكن في هذه الفترة وفي كل موسم لإنتاج القمح يحاول النظام استجرار كميات عن طريق التهريب وعن طريق السماسرة. يسعى أهل درعا بشكل جاد هذا العام لتأمين هذه الكميات ومحاولة تخزينها لمنع تهريبها وتأمين الخبز لأطفال وأبناء درعا. نعم سامر، طب خلينا نحكي شوي عن كمية القمح المتوقع تخزينها. طبعا تقديرات أولية بصراحة ما في، لأنه بالفترة الأخيرة الأمطار اللي جت بالفترة الأخيرة خلال شهر نهاية شهر نيسان وبداية شهر أيار أثرت كثير على المحصول وخاصة في المنطقة الشرقية، لكن في المنطقة الغربية هناك إنتاج وفير والحمد لله. بدأنا بمؤسسة الحبوب باستقبال القمح من بداية الشهر وتخزينه في مستودعات خاصة بمؤسسة الحبوب التابعة للحكومة المؤقتة. طيب نرجع لك مناف، برأيك لأي درجة اللي صار نرجع بنقول اقتصاديا ممكن يأثر على النظام القرار اللي اتخذ حاليا بمنع حظر؟ يعني هلا كما ذكرت سابقا حيكون في تأثير. هلا هل هذا التأثير حيكون يعني طبعا ما حيؤدي ل يعني لأشياء عظيمة بالنسبة للنظام، لأنه هو نحن عايشين في اقتصاد حرب، سواء المعارضة أو حتى النظام السوري اعتادوا خلال 7 سنوات الماضية على هذا النوع من الاقتصادات، على هذا النوع من الاقتصاد. من ثم فهم في تكيف وتأقلم من قبل النظام على هذا الوضع. والنظام السوري هو لا يحتاج درعا فقط لأجل القمح، هو يحتاج درعا لأجل كل شيء. طيب بدرعا نفسها التأثيرات المحتملة، ذكرت أنه في انخفاض بإنتاج محصول القمح خلال السنوات الماضية، بالتالي كيف رح يواجهه الوضع القادم؟ يعني هل الإنتاج الحالي يكفي لحاجة درعا؟ مفترض أنه يكفي. هلا درعا تحتاج ل 25 ألف طن من الطحين سنوياً. حاجتها 25 ألف طن. يتوقع هو صديقنا الأستاذ سامر قال أنه ما في توقع، يتوقع أنه إنتاج محصول هذه السنة يبلغ تقريباً 25 ألف طن سنوي، هو انخفاضاً عن 40 ألف طن عام 2017. طيب هل هذا الإشي حيؤثر؟ حيؤثر بمعنى لأنه نحن في عندنا سوق سوداء في درعا، وهذه السوق السوداء تورد للنظام السوري. فبالتالي أي طن قمح بيطلع من درعا إلى النظام السوري حيسجل عاجز في محافظة درعا، ووقتها حنقول أنه في بوادر أزمة. لذلك طلعت مجلس محافظة درعا وطلع مجلس القضاء الأعلى، تشعر أنه هم يعني أضاءوا اللمبة الحمراء، يعني أنه لازم يتم معالجة هذا الأمر بأسرع وقت ممكن.
خليني أقول لك شغلة. درعة عوامل الإنتاج بالاقتصاد علمنا أنه هي أربع. أولها رأس المال والأرض والعمل، من ثم أخيراً التنظيم. الأرض في درعة موجودة، عندنا 46 ألف هكتار تزرع. اليد العاملة، اليد العاملة موجودة. درعة تعتمد على الزراعة سواء قبل الثورة أو حتى بعد الثورة. يبقى قلنا الأرض، ثم رأس المال توفر الحكومة المؤقتة. هلا رأس المال في هناك عقدة يجب حلها، قد يكون يعني قد يجب على إنه الحكومة المؤقتة أنها في الفترة المقبلة توجد قنوات لتصريف القمح في المستقبل، ليس الآن، لحتى إنه يعني اليوم منظمة فاب قطعت مساعدات الطحين عن درعا. طيب في المراحل المقبلة قد ينقطع المال كله عن الحكومة المؤقتة، فماذا ستفعل؟ هون يعني هذا السؤال برسم الإجابة. النقطة الرابعة واللي هي الأهم اللي هي التنظيم. التنظيم واللي الآن أنا أشعر إنه هاي المبادرة اللي قامت فيها مجلس محافظة درعا هي من هذه النقطة، تنطلق من هذه النقطة. هم استشعروا فعلا بالخطر وبالأزمة، لذلك عملوا هذه الخطوات. وبالمناسبة مخالفة من يخالف الفلاح الذي يخالف هذا القرار ستؤخذ منه الحمولة وتصادر منه الحمولة وتصادر السيارة ويعاقب عقوبة مالية. ممكن سيد سامر يقدر يشرح لنا عن هاي الفكرة بشكل موسع، يعني في حال فعلا صار مثل ما ذكر مناف وفعلا أحد الفلاحين خالف هاي الشيء اللي عاملينه، شو ممكن يكون في يعني ردات فعل على الموضوع؟ المشكلة ليست بالفلاح، المشكلة بالسماسرة الذين يقومون بتهريب بشراء القمح من السوق السوداء وتهريبه باتجاه مناطق صيفرة النظام أو تخزينه لتهريبه لاحقاً. حالياً هناك يعني رقابة مطلقة على كل الحواجز باتجاه مناطق سيطرة النظام من الجيش الحر والفصائل التابعة للجيش الحر في المنطقة الجنوبية لمنع تهريب أي كمية مهما كانت صغيرة. في رقابة يعني. طيب شو بتتوقعوا سامر ردة فعل؟ ردة فعل النظام شو ممكن تكون؟ يعني قبل سبق يعني بفترة ماضية كان يعني يهدد بالحرق أو يحرق حتى مثل ما صار بالجزيرة يمكن بفترة من الفترات، هل متوقعين ردات فعل؟ تمام، ردات الفعل ممكن الحرق، ممكن دفع أسعار عالية مرتفعة جدا للسماسرة لشراء القمح. نحن نعلم أن الليرة السورية منهارة ويمكن النظام أن يدفع أي مبلغ بسبيل الحصول على القمح المحصول الاستراتيجي مثل ما ذكر زميلي. حاليا نحن نسعى بالمنطقة الجنوبية عن طريق الأهالي ومجالس المحلية والتجار الكبار في المنطقة الجنوبية تنسيب أكبر كمية ومنع وصولها للسماسرة أو كهيبة للنظام في الوقت الحالي أو في الوقت اللاحق. طيب سيد سامر، ذكر ضيفنا مسألة، موضوع يعني تصريف المحصول، هل الحكومة المؤقتة أو جهات تانية إلى دور بموضوع تصريف المحصول؟ طبعا أكيد 100%، نحن بمؤسسة الحبوب نعمل على شراء وتخزين المحصول من الأخوة الفلاحين، وبدأنا باستقبال كميات من القمح من بداية الشهر. عند توفر السيول اللازم وعند توفر ثمن المحصول نستطيع استيعاب كامل المحصول المتوفر في المنطقة الجنوبية سواء بمحافظة درعا أو بالقنيطرة. العقدة في الموضوع هي ثمن القمح أو ثمن المحصول يجب توفيره في هذه الفترة أو حتى قبل هذه الفترة، ومنافسة النظام بالدرجة الأولى بسعر المدفوع للفلاح للأخوة الفلاحين وتشجيعهم على تسليم محصول القمح باتجاه مؤسسة الحبوب والمجالس المحلية. طب سامر، بس ذكرت لنا انه انتم متوقعين ردة فعل من النظام، هل في تحضير لهي المواجهة؟ هل انتم يعني اخذين احتياطاتكم لاي شيء ممكن يصير مثل الحرق وغيره اللي ذكرته؟ طبعا هناك توعية كاملة بكل مناطق الجنوب للاهالي وللاخوة الفلاحين بضرورة واهمية محصول القمح واستراتيجية محصول الخبز للاهالي، والكل يعلم ان المنطقة الجنوبية تعتمد بشكل اساسي على الخبز او على القمح عفوا، سواء للخبز او لصناعات غذائية او حتى لوجبات غذائية في الجنوب السوري. نسعى حاليا مع المجالس المحلية ومجلس المحافظة ومجلس القضاء الاعلى لتوصيل الفكرة لكل الاهالي في المنطقة الجنوبية للحفاظ على محصول القمح لهذا العام، وخاصة مع الترافق ذلك بقطع منحة الطحين الإغاثي عن طريق مشروع فاب. المرحلة القادمة هي مرحلة صعبة على الجنوب بسبب عدة عوامل، منها قطع الطحين الإغاثي، منها
تأثر المحصول نتيجة الأمطار في نهاية فصل الربيع، منها الأثمان التي يدفعها النظام للأخوة الفلاحين عن طريق السماسرة والمهربين بأثمان عالية تغريهم أو تغري ضعاف النفوس لتهريب القمر، ولكن نسعى نحن لاستيعاب الكميات الموجودة بكل طاقتنا وبكل جهدنا. تمام، طيب خلينا نتابع مع المشاهدين بعض المعلومات اللي بتوضح أهمية قمح حوران ولماذا من الممكن اعتباره سلاح أو أداة. نتابع. إذن هي بعض المعلومات حول قمح حوران. عندك تعقيب كان أستاذ مناف. بس أنا كنت بدي أضيف شغلة على كلام الأستاذ سامر، اللي هو أنه السنة هذه الحكومة المؤقتة تشتري القمح من الفلاحين بسعر الطن الواحد 350 دولار للدرجة الأولى، الدرجة الثانية 346 دولار ونصف، الدرجة الثالثة 343 دولار، بينما النظام السوري كما يقال أنه هو يعطي سعر بما يقارب 175 ألف ليرة سوري، فعلى معدل 300-460 ليرة لكل دولار، يعني عم يعمل 380 دولار للطن الواحد. فهذا، ولكن هو بالنهاية يقال أنه هذا سعر غير حقيقي وهمي، هو سعر هو السعر الذي هو سعر الشام وليس سعر من الشام لدرعا، يعني عم يدفع 30 دولار زيادة بس في كلفة النقل والسماسرة والسوق السوداء، فقد يصل إلى 350 دولار أو أقل من في بالنسبة للفلاح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا في شيء مهم يعني حابب إني أكد عليه، واللي هي حجم الخطورة بالنسبة لدرعا مش يعني كبير. بالنهاية درعا مكتفية ذاتيا من الأساس. صحيح يعني نحن ما نملك القمح الطري، لكن الحكومة المؤقتة ومؤسسة الحبوب السنة هاي سنة 2018 زرعوا كتجربة 50 طن قمح طري، وهذا القمح سيتم استخدامه كبذار للعام المقبل 2019، وستنتج درعا قمح طري وسيتم استخدامه في إنتاج الطحين، فهذا اللي يستخدم للخبز العادي. تماما، هذا من جهة ثانية. ميزة درعا أنه هي أصلا بلد زراعية، درعا لا تجوع، درعا هي سلة غذاء سوريا من جهة، وثانيا يعني العوائل في درعا سواء الفلاحين أو غير فلاحين، جميع العوائل عندها مخزون احتياطي يسمى في سوريا المونة. مونة صحيح. يعني صحيح قد يكون هناك لا يكون هناك تخزين مخزون احتياطي بالنسبة للحكومة المؤقتة، بس لكن بالنسبة للعوائل كل عائلة وعندها مخزونها الاحتياطي الخاص فيها. بس لكن احنا هون ما عم نحكي عن بشكل جزئي، عم نحكي بشكل كلي. تمام، فالحكومة المؤقتة كيف بتدير الملف هون؟ خلينا نقول هاي النقطة لأنه مهمة بعتقد كمان لأستاذ سامر لأنه موجود أساسا بدرعا مؤسسة الحبوب. أستاذ سامر، يعني غير منع تصدير أو يعني توريد القمح لمناطق النظام، شو الأدوات أو الآليات الثانية اللي عم تفكروا فيها وعم بتقوم فيها المؤسسات في المدنية بدرعا يعني تحسبا لأي طارئ؟ حكيت في البداية كمؤسسة حبوب بدأنا بتخزين الكميات القمح الواصلة للمؤسسة من الأخوة الفلاحين، هاي الخطوة الأولى بدأت وحاليا قائمين عليها بالمؤسسة الحبوب. ثانيا عم بنتواصل مع المجالس المحلية ومجلس المحافظة لمحاولة استيعاب كميات القمح وتخزينها إما بمستودعات خاصة بالمجالس المحلية أو عند الأهالي أو عند تجار القمح الموجودين في المنطقة الجنوبية. هي مجموعها مبدئيا بتخزن كميات القمح وبتحميها من وصول السماسرة ووصول لمناطق سيطرة النظام، فكلها مجتمعة مع بعض بتحاول تأمن
للامام يعني لاربع خمس اشهر للامام بتامن كميات من مخزون القمح لخلطه مع المخزون مع القمح الطري المستورد عن طريق مؤسسه الحبوب وتامين الخبز في المنطقه الجنوبيه. سيد سامر، يمكن مناف كان عنده تعليق او سؤال. بس استاذ سامر، كم المخزون الاحتياطي للقمح اللي موجود لديكم في مؤسسه الحبوب؟ من اسرار الثوره اخي العزيز، ما في داعي. طيب سيد سامر، خلينا نحكي شوي عن يعني المده اللي ممكن تستمر باحتجاز القمح داخل درعا. خلينا نقول قديش ممكن تكون هاي المده، هل هي مفتوحه ام في وقت محدد؟ لا، المده مفتوحه، ممنوع تهريب القمح باي شكل من الاشكال مهما كانت الكميه. يمنع تهريب القمح باتجاه مناطق سيطره النظام منع باء، وهناك تعليمات صارمه للاخوه بالحواجز للجيش الحر بمصادره اي كميه يحاول اي تاجر تهريبها باتجاه مناطق سيطره النظام وتسليمها رسميا لمؤسسه الحبوب. طيب سيد مناف، انا قبل شوي سالت، هناك مكافاه مقصوده للاخوه على الحواجز؟ نعم، هناك مكافاه مقصوده للاخوه على الحواجز لمن يقوم بمصادره هذه الكميات. من يسرق قوت اطفالنا نحن سنحاسبه. نعم. طيب سألت قبل شوي لسيد سامر عن موضوع التوقعات ممكن هن المتوقعينها من النظام، انت كاقتصادي شو بتتوقع فعلا انه النظام يقدر يضغط على درعا من اجل هذا الموضوع؟ النظام ضاغط اصلا. يعني انا ماني عارفان اكثر من هيك شو حيضغط. هو بالنهايه هو الملف سياسي اكثر ما هو ملف غذائي. يعني درعا تحتاج لفتح معبر نصيب من اجل توريد محاصيلها وامكانيه تصديرها، من ثم إيجاد حل سياسي بالمحصلة. لكن النظام مصر على عدم تسليم، على يعني على عدم حل هذه النقطة. يعني لا تتوقع ردة فعل تكون قوية تجاه درعا، أو ممكن يعمل مثل ما عمل قبل؟ يعني أنا ماني اقتصاديا، هذا أكثر شيء ممكن يعمله النظام. هو في فكرة الحرق، أنا أعرف لأنه يعني مفترض في شهر أيار يكون خلص الحصاد. يعني شهر حزيران هذا اللي نحن فيه ممكن باقي منه 15 يوم، ممكن أستاذ سامر يصحح لي، بينتهي فترة الحصاد، بينتهي. فبالتالي يعني الكلام الآن عن الحرق فهو يمكن غير مو بوقته، مو غير 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 يعني غير موجود. بيبقى أنه بالنسبة للسعر، أنه هل يا ترى النظام السوري قد يستخدموا هذا ايضا كسلاح او كتاثير كما انت بتقولي، انه يدفع مثلا سعر اكثر 400 دولار مثلا، بس هو بالنهايه هو يعني كل امواله الدولاريه، الخزائن الدولاريه كلها دين، فمن وين بده يجيب الدولار؟ فهل يدفع، هل مثلا يذهب ويدفع مثلا اموال ليره سوريه رخيصه للفلاح؟ هذا قد لا يغري. يعني اذا التاثير محدود. سيد سامر، بنرجع لك. هلا القرار طلع بحظر توريد او اخراج القمح من درعا، لكن كيف تجاوب الاهالي عموما مع هذا القرار؟ التجاوب ممتاز. ممكن اعقب على الزميل بشغلتين؟ تفضل. الشغله الاولى بالنسبه للسعر، النظام بيدفع الليره السوريه الرخيصه، ما بيدفع دولار، سواء 175,000 او 200,000 او 500,000 هو يدفع الليره السوريه الرخيصه. رخيصة بالنسبة له هي عملة سورية يتداولها يشتري بها باقية الحاجيات، ولكن هو يدفع عملة رخيصة بالنسبة له، لا يدفع دولار نهائيا. التعامل بالنسبة لمؤسسة النظام هو التعامل بالليرة السورية، نحن ندفع لأخو الفلاحين بالدولار. نعم. هلا قبل ثانية نعم سيد سامر، إذا في فكرة فيك تكملها. طيب نحن وصلنا بالاخير يعني نعم. لختام بالنسبه للجنوب بشكل عام، سواء محافظه درعا او حنيفه، محافظه درعا او الجنوب السوري لا يمكن ان يجوع ان شاء الله. يمكن ان نزرع كافه انواع المحاصيل والخضار والاشجار. حاليا الفلاحين والشباب الفنيين مشرفين على الزراعه بكل مناطق الجنوب السوري، كل المناطق القابله للزراعه سواء بالقمح او المحاصيل الحقيقيه او الخضار او الاشجار المزرعه، يشرف عليها اخوان المهندسين بكل الجنوب السوري. القمح هو احد المحاصيل الاستراتيجيه والهامه كونه ماده الخبز، ماده ضروريه يوميه، والجنوب سيء على زراعه كافه انواع المحاصيل والاكتفاء الذاتي معروف. نعم، شكرا لك سيد سامر. قبل ختام نعم وصلنا لختام يعني الفقرة، شكرا كثير لك على المعلومات اللي قدمت لنا اياها. بدي اختم بسؤال حلقة اليوم موجود على صفحة تلفزيون سوريا: هل تستطيع درعا مواجهة النظام بحرمانه من محصول قمحها؟ النتيجة كانت 44% قالوا نعم و56% قالوا لا.
طبعا نتمنى السلامه لاهالينا بدرعا ويكون ما في اي مشكله بموضوع القمح. بدنا نشكر ضيوفنا طبعا، كان معنا عبر سكايب المهندس سامر محمد الحمصي من مؤسسه الحبوب الحره في محافظه درعا، وايضا معنا بالاستوديو مناف عمان الباحث الاقتصادي. شكرا لك. رح نروح مع مشاهدينا لفاصل وبعده منتابع ما تبقى من لم الشمل.